في المنزه واللي اتمكن فيها نادي رادس في يقصي من المرور على حساب فريق النادي الرياضي البنزرتي. كما قلت في البدايه بفضل هدف ادريس كوهيتين. شاهدوا الجماهير نتاع زوز فرق كيفاش استعدت المقابله هذيا، وخاصه نشاهدوا معناتها الشيء اللي صار في اثناء دخول الجماهير هذيا. فما برشا مشاكل تنظيميه نشاهدوها في الروبورتاج التالي. زميلنا رياض الحمروني ومالك ساسي. ما نحضروا نعملوا ديبلاسمونات 200 كيلومتر 300 كيلومتر، فما شكون عايشين لنا. قد تربي مربوحه اليوم ماتش صعيب، هو مو سهل، ما ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله ربي سمعنا وان شاء الله مربوحه. ومع الجمعية وبدل يختاروا ما فهموا والو، قالوا شنو يحلوا يا موري يا موري يا موري يا موري يا موري يا موري يا موري. حبي ودرامي اللي كاين لي جامينا كالعادة، دي بلاسمونات وما يقلقناش، المهم خاطر الجمعية وإن شاء الله نربحوا كل شيء. ونحن تديونات كذا نورمال، تكيب 20 دينار نورمال ناخذوها ونتبعوا الجمعية ولابس. بلاش 4-1 8-0 ماتش اليوم التنظيم سيء سيء سريحة كاتاستروف تنظيم. معناها تعطيونا 8000 تيكي ونجيو لهنا 8000، وعارف روحك جايينك 8000 وجايينك 400 من بنزرت. يا اخي ما عندكش بلان تاع استاد، ما عندكش اجراءات امنيه تقوم بها. والله من الصباح واحنا شاري صف، امشي ما غادي، اجا ما غادي، اجا من الصف هذا وما ثماش خول. صار طبيعي على خاطر الاستاد مقسم على زوز، بارتي للسي ا بي وبارتي للنادي الصفاقسي. بقى بارتي نتاع الجمهور نتاع صفاقس اللي هي 6000 جمهور، وبعد وصل ل 8000 جمهور. كل جاء فرد وقت، جاء مخر شويه، جاء مع ساعتين حتى لما ثلاث. دونك لون كومبرومون هذا والضغط هذا متوقع وعادي، والبيبان اللي موجودين هما باب واحد اكيد. دونك دخلنا على المنصه، وبعد كي تعبيت الترافي حبينا نحولوهم من داخل الملعب للترافي اللي صار، ما حبوش وتلزينا باش حلينا الباب اللي صار البورت بورت 5. انا متفائل وان شاء الله مربوح. 400 انفيتاسيون وعدونا مش يفرقوه مع الجروب تاع السي بي الكل. اخي الانفيتاسيون هي تبيعوا كل واحده ب 50 دينار وتفرقوا بالمعارف، كما قلت لك تفرقوا الكل بالمعارف. اللي يجيب يبعث ايميل على سيت انترنت على السي بي ياخو يقيدوا، فما ديجا 150 بعثوا اختاروا منهم 50، ومن بعد ال 50 اللي بقاو ال 100 الاخرين عاودوا باعوا لهم تسكر على 10000. يعني ماهيش مشات بالوجوه كما مشات لهذا ومشات لهذايا. الجمهور مش مقصر، الاولاد مش مقصر، منظر الاطار الفني، العوامل الكل يظل لي موجوده باش نعديو اليوم ماتش باهي ان شاء الله، نكونوا في الفينال ونهزوها احنا ونرجعوا التتويجات تاع السي بي. شويه جمهور جاء فرد وقت ويظهر لي الامور ما كانتش كما يلزم. ان شاء الله في المستقبل نبعدوا على الامور هذه، نحاولوا التنظيم يكون خير.
كان هذا الروبورتاج الخاص بجماهير نادي الرياضي الصفاقسي وجماهير السيابي. ما لازمناش نلوموا برشا على الامن التونسي، لانه اكيد تعرفوا الظروف اللي تعدى بها البلاد، يحبوا الناس الكل تجي لاباس وتروح لاباس، هذاك المطلوب. وان شاء الله في المستقبل نتجاوزوا مثل هذه الامور التنظيميه، لانه عندنا ثقه كبيره في المنظمين نتاعنا في المقابلات هذه، خاصه وقت اللي تكون مقابلات افريقيه سي عبد المجيد، لانه يكون فما حتى حاضر عيون من الكاف تشاهد وتتبع اكيد وترفع التقارير. بالنسبة للتنظيم والحاجة، نعتذروا للجمهور النادي الرياضي الصفاقسي على إذا صارت بعض الحاجات، معنا ما نجموش اليوم اللوم والأمن، خاطر كيف ما قال الممثل الأمن 8000 تواجدوا في نفس الوقت، وثم جرايات أمنية يلزمها تصير، إن شاء الله نتلافها ونعودوا نتوجه لجمهورنا ونعتذروا منه، وإن شاء الله المباراة الجاية مش تم تنظيمها في ملعب رادس اللي فيه أبواب، وناخذوا الاحتياط اللازمة باش الانسياب للجمهور والدخول نتاعه. كيفاش يجي جمهور سي اس اس في المقابلة هذه؟ جمهور سي اس اس جمهور رائع، الدفع الكبير نتاع للجمعية، والنادي الصفاقسي كما نقولوا احنا يتنفس بجمهوره. به سي المنشي، المقابلة كيفاش ريتها فنيا؟ مقابلة من طراز عالي بالاخص الشوط الاول، لان كي نشوفوا فرق زوز فرق معناها ما تعرفش شكون اللي نجم، معناها اي فريق نجم كان يفوز في المباراة هذية، وكنا نستناو كيفاش الرياكسيون تاع سي اس اس برجوع مسيو كرول وسي حمادي دو للفريق، لان ماك تعرف دوبل فونكسيون كيفاش باش يراوها الملاعبين اللي ما كانوش في الفريق الوطني التونسي كيما علي معلول اللي مستحق زاد باش ينضم للفريق الوطني التونسي. انا نقول اللي المباراه هذه معناها على جزئيات وعلى سورتو الكاليتي نتاع سي اس اس. انا ما نكذبش عليك، كنت معناها قلت ان شاء الله اتمنى السي بي تربح، لان انا كي نسمع واحد يقول 50-50 هذاك يهرب من المسؤوليه. انا علاش؟ لان السي بي السنه تستاهل اي لقب. سي اس اس ما شاء الله هزوا الالقاب الكل ومازال عندهم الالقاب، من انا نقول من احسن فرق. واليوم باش نجاوب سي عبد المجيد، اليوم جمهور السي اس اس مش باش يلوم عليك حتى شيء، تهنا حتى التكهنات كانت غلطه سي المنجي، حتى ايه طبعا قلت الترجي باش تربح ما ربحتش، قلت السي بي باش تربح ما ربحتش. الترجي انا اتونسيون الترجي خاطر تلعب ضد اورلاندو بيرات، انا قلت باش تربح، اما انا في اذا كان تراني انا في المنصب نتاعي نولي انا يمكن نتابع اورلاندو بيرات ما عادش تونسي. بار كونتر سي اس اس والسي بي بلوس، اما بعد كي تربح السي اس اس نقول برافو، لان شو كي واحد يجي يقول لك 80-20، 80 لشكون و20 لشكون؟ 50-50 هذه ناس تهرب من المسؤوليه ولا تخاف باش توجع فلان ولا فلان. هو تكهن سي مونجي ماهيش مسؤوليه، لا نعرف اي ما يهرب من المسؤوليه. كي يقول 50-50 لازم يقول مثلا 100% باش يربح السي بي، ولا لا ينجم يقول نتمنى السي بي تربح، لان انا علاش؟ خاطر السي بي بالمردود اللي عملوا من السنوات الفارطه والسنه هذه من طراز عالي، لان السي بي دون لا كونتينيتي. احنا كي نشوفوا سي اس اس كي تربح سي اس اس نفرح ويعرف تبارك الله سي عبد المجيد. سي المنجي جاب حذانا سي عبد المجيد، ما كانش راهو كان يقولوا معناتها جمهور نادي الصفاقسي كان ينجم. شنو رايك في الكلام قال سمعني سي عبد المجيد؟ خويا شاكر سمعني نجاوبه. سي عبد المجيد هو يعرف شنو منجم ابراهيم مع النادي الرياضي الصفاقسي كي يجيو لتونس وقال سي عبد المجيد. سي منجي احنا راهو النادي الصفاقسي من طبيعتنا راهو ما نتكلموش، ديما نتكلموا نجاوبوا بلغه الاقدام ونجاوبوا على الميدان. وانت تو حسيت بيك قلت حاجه للنادي الصفاقسي يزي ما هزت القاب. لا على السنة لا ما زالت الالقاب متواصله. لا نعرف، لا طبعا مازال باش تهزوا خدمه مستقبليه ان شاء الله كبيره ياسر في النادي الصفاقسي. والنادي الصفاقسي راهو تعدى بالي اخر على الكاس هذه بركه خاطر تلعب ضد فريق تونسي سي بي تو سامبلومون. كل انسان حر تنجم. لا لا تو سامبلومون، انا تعرفني شنو هو بارابور على سي اس اس وعلى الفرق التونسيه ككل ككل. وسامحني نحب نجاوبك في حاجه اللي ممكن تنجم تسال سي ناصر البدوي، ينجم يتكلم هو توا يجاوبك في اكسبريس اف ام. من الوحيدين وحتى في جمهور السي اس اس في صفاقس وقت انتم في المرتبه الرابعه في المجموعات، النجم الساحلي واتحاد المنستيري في المرتبة الأولى، والجمهور بدا وكرول يلزم يمشي. كلمة ديجاج اللي تضحكني معناها جول، حتى تو باش يعمل ديجاجمون ما عادش ديجاجي وديجاجي خاف. فهمت معناها الكلمة هذه معناها سا سوفي. اللي وقت اللي أنا قالوا لي تكلمت في الإذاعة إكسبريس اف ام وقلت يا جمهور نادي الصفاقسي راهو الإطار الفني واللي ديريجون تاع سي اس اس قاعدين يخدموا في خدمه ساحه والمدرب
وعندها إمكانية كبيرة سي اس اس باش تهز التيتر. وسي اس اس هزت التيتر إن شاء الله. سي اس اس تهز كأس الاتحاد الإفريقي بما أنها باش تمثل تونس في الدور النهائي. المقابلة باش تكون ضد فريق مازامبي. لكن نرجعوا للهدف متاع مباراة الدور نصف النهائي ضد نادي البنزرتي، نشاهدوا الفرحة متاع الملاعبية وشنو قالوا والملاعبية والإطار الفني وبعد نرجعوا. ديمي فينال يشرف كرة القدم التونسية اليوم. والله مباراة كانت من أعلى الطراز، لاحظنا اللي ثم إلا زوز انذارات، وهذا فخر لكرة القدم التونسية. إن شاء الله نكملوا ونشرفوا كرة القدم التونسية بالحراز على الكأس الغالي هذه. هذا هي سي اس اس وسي ا بي، ديما حلو اللعب وديما فما فرجة في البارتيات. مستوى معناتها كان ممتاز تاع المباراة، فما فرص من هنا ومن هنا بالرغم من الرهان تاع المباراة. نشكر نادي بنزرتي على المجهود ونشكر نادي صفاقسي وسي على الانتصار واللاعبين نادي صفاقسي اللي كانت عندهم الروح الانتصارية. دومي فينال يشرف كرة القدم التونسية مقابل أوفيت بالوعود بتاعها رغم الرهان ترشح لدور نهائي كأس الكاف، لكن زوز فرق قدموا مقابلة ممتازة، شفنا عملية هجومية من هنا وهنا، الحمد لله جاء الانتصار للنادي الرياضي الصفاقسي، وهذا إن شاء الله نشرفوا كرة القدم التونسية في النهائي إن شاء الله. اليوم ما عادش نحكيو على أربعة في تونس كبار، فما خمسة أندية يظهر لي اليوم عن جدارة كبار، وإن شاء الله نكملوا الانتصار معناتها على مازامبي، على الأقل معناتها اللقب هذا من المزوز ألقاب، على الأقل لقب يقعد في تونس. فماتش رينيك فرحه والله شيء شط الحمد لله. لا الانتصار ديما حاجه باهيه والحمد لله يا ربي، معناتها جماهير كانت حاضره ما شاء الله عليهم، معناتها عملوا جو كبير في المباراه، هما تقريبا اللي زادوا في فرحتنا معناتها وزادوا بالتشجيع نتاعهم الملاعبيه حماس باش حققنا الفوز هذا. حسين السي اس اس من الاول خايفه شويه من سورتو من ريزولتا نتاع ماتش لالي. صحيح ريزولتا نتاع ماتش لالي معناها كما شفت الناس كلها ريزولتا بياج، فهمت اليوم دخلنا معناها ماخذين حذرنا باش ما نقبلوش هدف، وذاك اللي صار الحمد لله يا ربي عرفنا كيفاش نحكموا في الماتش. ما قدمناش برشا كوره نتاع العاده، مي البلوز امبورتون سي الكاليفيكاسيون للفينال، وبرافو للولاد الكل اللي تعبوا من اول دقيقه لاخر دقيقه. كما شفنا البارح يعني ريزولتا نتاع البارح يعني 0-0، الناس الكل نعرفوا ريزولتا بيج، حاولنا نتحفظوا على النتيجه وفي نفس الوقت يعني نسجلوا هدف، هذا اللي صار وفقنا ربي الحمد لله يا رب. احنا ما دخلناش بالبي في الماتش، جاتهم فرصه ولا فرصتين كانوا نجموا يماركيهم، لكن في بالي بعد رجعنا رواحنا الحمد لله، في بالي عملنا ماتش كبير، عملنا عده فرص، خلقنا عده فرص، لكن سجلنا منهم واحده الحمد لله. هذاك تتلعب بالمقابلات هذه الدور نصف النهائي ولا الدور النهائي تلعب على جزئيات صغيره، الحمد لله في بالي الانتصار جاء في وقته، ترشحنا للدور النهائي ان شاء الله. الانتصار هذا ما يكون عنده قومه تبدا عنده نكهه لما نترشحوا ان شاء الله للفينال، معناها نهزوا التيتر هذا ان شاء الله. كنا عازمين باش نترشحوا الفينال الحمد لله ربي، معناتها عرفنا كيفاش ندخل المقابله، ماركينا عرفنا كيفاش نستحفظوا عليه الحمد لله ربي، معناتها ما خيبناش معناتها الجمهور اللي جاء، وان شاء الله معناتها كوب افريقيا في تونس ان شاء الله ما تخرجش من تونس. الفينال مازامبي في الفينال مازامبي، اللي يحب يهز التيتر هذا دونك يلزمو يربح المنافسين الكل، وان شاء الله بقدره ربي معناها نروحوا بالكوب هذا لصفاقس ان شاء الله. مازامبي ايكيب كبيره، لكن في بالي لازمنا نصغروا العام الاولاني اللي باش نلعبوا الذهاب في بلادنا ومن جماهيرنا، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ناخذوا باينه من الاول ان شاء الله. مازامبي معناتها واحنا سي اس اس معناتها ان شاء الله نكونوا كيما اليوم، ان شاء الله نكونوا في نهارنا وفينا مش يكون سهل، وان شاء الله معناتها نهزوها ان شاء الله. النادي الصفاقسي تعود يربح في افريقيا، والبروفوني ان المباريات اللي لعبناها الكل باستثناء ماتش نيجيريا الكل ربحناهم، وان شاء الله ناخذوا باينا من الاول هنا في ملعب رادس ونفرحوا جمهورنا. فرهدنا كره حلوه برشا، المهم انا بالنسبه لي انا اليوم تونس تلعب. دو زيكيب توانسه دونك سي اس اس ولا السي ا بي، بالنسبه لي انا تونس تلعب وهذا تشريف الكره التونسيه انه يجوا يترشحوا للنهائي.
مبروك للنادي الصفاقسي المرور الى الدور النهائي وحظ اوفر للنادي الرياضي البنزرتي. سي عبد المجيد نحكيو توا على فما صارت بعض الضغوطات عليكم حتى كهيئه مديره بعد ما مشيت رول المنتخب، فما بعض الجماهير قالوا ينجم يعطل شويه مسيره النادي الصفاقسي. بون هو مش كان كرول مشى للمنتخب، كرول وسي حمادي الدو وسي مهدي مرزوق المعد البدني. بون استجابه النادي الصفاقسي والهيئه المديره على راس السيد لطفي عبد الناظر كانت تلبيه للنداء الواجب واحترام للرايه الوطنيه اللي فوق الناس الكل. بون الطاقم الفني نتاع النادي الصفاقسي طاقم محترف ما يخلطش الاشياء مع بعضها. معناها تو كي نجيو نشوفوا بالنسبه للطاقم الفني في المباراه الذهاب تغيب ثلاثة أيام برك، ثلاثة حصص تدريبية جراها مدير الفني الهولندي مع مدرب الأمال، والطاقم الفني والإداري والطبي نتاع النادي الصفاقسي ما خلطوش الأمور. احنا يعني كل شيء عندنا بالبرنامج مخطط. عندنا البارح كملنا الماتش فرحنا شوية، اليوم بدينا نخططوا حتى للنهائي إياب. حكيت على النهائي إياب باش يكون إن شاء الله بين 22 و 24 نوفمبر. فما معلومة أنه المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب رود كرول باش يلعب المقابلة متاع العودة ضد الكاميرون إن شاء الله في يوم 17 نوفمبر. نعم. وإذا كان معناتها ناخذوا أنه الفريق اللي باش يستقبل هو اللي حدد موعد المباراة، نتصور أنه يوم 24 هو اللي باش يختار الإطار الفني للنادي الصفاقسي بما أنه باش يعطي فرصة أكثر بأزيد نهار معناتها للتدريبات. والله مبدئيا تأكد معناتها المعلومة هذه. مبدئيا اليوم الصباح تم اجتماع مع السيد نصر البدوي ومع حمادي الدو وترأس السيد لطفي عبد الناظر باش رسمنا الخطوط وبرنامجنا القادم لمدة شهر. مبدئيا المباراة مش تكون يوم 23 يوم السبت، خاطر المباراة مش تجرى في الصفاقس مش تجرى في رادس، وحرصنا كبير أنه جمهورنا باش نهار السبت يجي ويكون عرس كروي، فهمت، إن شاء الله تحتضنوا ملعب رادس. وبالنسبه لكرول والحمادي الدو ومادي مرزوق يلعبوا يوم 17 يرجعوا في الليل، انا نرجعوا نحضروا مبارياتنا بدايه منها الاثنين ووقت كافي لعند يوم السبت ان شاء الله. بالتوفيق للمدرب كرول مع المنتخب الوطني التونسي وايضا مع النادي الرياضي الصفاقسي في المباراه النهائيه. منافس سي اس اس المنجي فريق سي ا بي يظهر لي من حقه توا ولينا يلزم نوليو نقولوا ما عادش عندنا اربعه فرق كبيره في تونس ولا عندنا فريق خامس، وان شاء الله في المواسم القادمه تنضاف فرق اخرى هكاك تقرب المنافسه وتكثر. سي المنجي الفرق كلها راهو حتى في اي مكان الفرق كلها كبيره، لو خاطر تجي واحد محب اي فريق تقول له الفريق وين الديفيرنس تصير، ثم مستقبل نادي مرسل الاتحاد المنستيري. سي المنجي نحكي على نادي البنزرتي في الموسم اللي فات والموسم هذا، يعني كان منافس جدي على البطوله، تحصل على كاس تونس، مترشح النصف نهائي كاس الاتحاد الافريقي، يعني ولا كاليبر نحكي ككل. معناها اليوم شنو هو اللي فارق ما بين الفرق اللي الاخرين؟ البيدجي والنتائج. اليوم النادي الصفاقسي معناها في ديناميك دو فيكتوار والحمد لله وجههم مبروك لنحنا، اما انا نحب زادا نتسائل قدره ربي ان شاء الله باش نترشحوا لكاس العام العالم، اذا كان ترشحنا لكاس العالم اش باش تعمل السي اس اس بكرول ومسي حمادي دو الموعد البدني؟ اش باش يعمل السي اس اس باش يلقى روحه أو سي عبد المجيد يلزم يشوف مدرب. أنا مراش مسيو رودي كرول والفريق هذايا معناها أمنية كل مدرب وكل مساعد مدرب وكل معد بدني باش يمشيو يمشي لكأس العالم. باهي أنت رميت لي كورة سي المنجي. سي عبد المجيد فما أخبار تقول أنه كرول قبل تجديد العقد نتاعو حتى 2015 مع سي اس اس، صحيح ولا غلط؟ أخبار نسمعوا منك سيمونجي. انا باش تصلح لي انت موجود لنفس اعطينا الخبر الرسمي اكيد. نسمع منك وقول سيمونجي لكل حادث حديث. والنادي الصفاقسي اليوم وصرح به سي ناصر البدوي في احدى صحف اليوم. انا ما شفتهاش ما قريتهاش، ولكن النادي الصفاقسي والهيئه المديره نتاعو انا قارين حسابنا لاي حاجه. ان شاء الله نتمناو الفريق القومي يترشح ويكون فخر لتونس، وبعد في الوقت المناسب نحكيوا على المدرب وبقاء الرياكسيون تاع سي اس اس
ما نظنش ثم فريق اخر في تونس يعمل نفس الرياكسيون باش يعطي مدرب كيما مسيرو دي كرول. لا لا سيمون جي صار تقبل وعطاو صار تقبل فما مدرب شتالي كان موجود مع المنتخب مع النجم الساحلي ومن بعد المجيد هذاك ما عادش صار حتى المجيد ما عادش موجودين صار حتى مع بيتشنزير سيمون شو معناتها ما نقولوش راهو الانديه ماهيش لا مش شو نحكي لك انا اليوم في السي اس اس اليوم مع مسيو رودي كرول من المستحيل فريق اخر عنده رودي كرولو علاش سيمونجي من المستحيل هذا واجب وطني مقابله على زوز مقابلات ان شاء الله نترشحوا كان ترشح علاش قلت لك هكا بالريسك بالريسك اللي سي اس اس عامله كما قال عندهم برنامج على بعض شهر بعد عام سي اس هذاك هذاك اش قاعد نشوف انا اللي هما عندهم لين دو كوندويت وعندهم برامج نقول اوكا او مراش انا مدرب يرشح فريق ويقول لك نرجع لسي اس اس مراش ما عندي هذه امور معناها اللي اي مدرب معناها كبير يوصل احنا عندنا مدرب والله سامحوني في الاسم نتاعو هزنا مشينا لكاس العالم 98 اجنبي لا 98 جكرو مسيو كاسبرساك ولا بيسنيساك اللي رانا باستيا كاسبرساك كاسبرساك 98 طلب قبل 98 باش يجدد العقد نتاعو مع الفريق الوطني التونسي مع سي حموده بن عمر اربع سنوات رفضت الجامعة التونسية لكرة القدم باش يجدوا له إلا بعد كأس العالم، إيش عمل؟ تونس في تربص باش تحضر كأس العالم 98 وهو مشى عمل العقد مع باستيا. صحيح. باستيا إيش قالوا له؟ قالوا له تعمل مزية في آخر وقت تخرج مع الفريق التونسي واللي يقول لك الكلام آخر مش صحيح. علاش؟ باش يبدأ التربصات مع باستيا في أقرب وقت وشفنا المردود نتاع 98 في كأس العالم في فرنسا. به كما سمعنا اكيد وشفنا فرحه ملاعبيه النادي الصفاقسي والاطار الفني نسمعوا شنو قالوا ملاعبيه النادي البنزرتي بعد الانسحاب من الدور النصف النهائي مع رياض الحمروني وملك ساسي. اليوم كشفت في الشوط الاولاني كنا الفرص الواضحه لنا احنا فما شويه عكس فما شويه زاد حظ بعد ساعات راه في الكوره فما شويه شانس كوره نتاع قلبي الاولى والثانيه ما تدخلش كوره نتاع ياسين يندو زاد كيف كانت تدخل بارابور الفوليم دو جو اللي عملناه في الشوط الاولاني ما نستاهلوش باش نخرجوا خاصين 1-0 كنا احنا اقرب لل باش نسجلوا الاولاني مانتنو باركور نتاع سي بي مشاو له ماكسيموم الاولاد عطاو اقصى ما يمكن من قوه عندهم لعبنا ضد فريق بيدو محترم يستاهلوا باش يكون في النهائي مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي وحظ اوفر للنادي الرياضي البنزرتي. الجورنيات الاخرين النادي البنزرتي يخلق برشا فرص وما يسجلش اهداف شنو المشكل معك؟ شوف البونتوات براتيكمون في شبكه فارغه يعني يلزمهم يتمركاو فهمت سانسارمون فما شويه كيما قلت لك الفاكتور شونس فما شويه عكسيات فهمت باش الكره ما تدخلش ان شاء الله النحس هذا يتعدى وتجي لي ريزلتا باهي ان شاء الله. قاعدين نقدموا في فوليوم جي كبير ياسر، بوتيتر معناتها نقصنا شويه كونسنتراسيون قدام الكاج، نحاولوا نخدموا اكثر معناتها في التمارين ونحاولوا نصلحوا معناتها الاخطاء نتاعنا، وان شاء الله اللي قادم خير ان شاء الله. كل ماتش نجيبوا ثلاث اربع كورات وما نمركيوش حتى واحده، نقعدوا نعانيوا برشا كيه، وان شاء الله ان شاء الله معناتها جمهورنا ساعه الحق بالحق يجي كيه ومعناتها ويروح هكاك. خاطر سندنا في البيع وفي الخايب ان شاء الله نفرحوه في الايام الجايه ان شاء الله نفرحوه ان شاء الله. سي اس كانت حاضره خير منا سيرتو في الدوزيامي طون عملنا اون تام بي في الماتش جاتنا فرص كنا نجموا نقتلوا الماتش نخليو سي اس اس تجري ورا رانيول ما حالفناش الحظ خدمنا على رواحنا الله غالب بون شانس للسي اس اس وان شاء الله الخير جاي لنا احنا ان شاء الله. لعبنا ند لند معناتها اول مشاركه هذايا للنادي هذا البنزرتي في الكاس هذايا الصفاقس عندها معناتها عندها برشا وديجا هزه منه شرفنا بنزرت شرفنا رواحنا ووالدينا ما خرجناش راسنا مهبط ان شاء الله شفتوا معناتها اول كاس لعبناها توا وصلنا ديمي فينال قلت ربي كشامبيون ان شاء الله قلت ربي ان شاء الله المستقبل لنا ان شاء الله. لازم تاثر على البنزرتي بصراحه الهزيمه هذه تاع اليوم والانسحاب ولا ما لازمش تاثر على نادي البنزرتي احنا عارفين البروجي اللي قاعدين نخدموا عليه هي مدير او اطار فني ولاعبين عارفين علاش قادمين هذه الرياضه الكل فيها دي مومون تمشي معك الكوره وصافا تبدا انتصارات ودي مومون ساعه ساعه تبدا تخسر وهذا موجود في السبور الكل القوي اللي يعرف يقوم بعد العثرات ظهر لي سيفري عملنا المده الاخرى كما ما نترشحوش نعتبروها اخفاق
اقول لكم ما لازمش نخجلوا منه، ظل دومي فينال تاع كاف حاجه خارقه العاده. ان شاء الله ما تاثرش فينا، ومتاكد ان الاولاد اللي فون رياجير ان شاء الله نهار وسط الجمعه مع ماتش حم نمف. وتو قدامنا شامبيونان مازال طويله، لازمنا نصور اتراب في لي بوان تاعنا ونخدموا على رواحنا. لما جيت لنادي بنزرتي عندي عامين نص كان بنزرتي يلعب في منتصف في الميديو التابلو معنا كذا، تو السنه لو بوت اللي قلت جيت عليه انا والاستاذ يا بيت تكون خلال 5 ايام دي غراند ايكيب. اليوم عامين نلعبوا على الشامبيونان وعنا كوب تونيزي اي اوني اون ديمي فينال في الكاف، سي ان غران باركور، ايكيب كبير لازم كل عام تخدم هكا، كل عام تقدم هكا. وان شاء الله ربي يوفق عنا نوتر كاف دون 4 موا يفو دغي ترافايي. مية في المية أنه جماهير النادي البنزرتي ما تنجم تكون كان فخورة بالفريق متاحها، صحيح ما ترشحوش للدورة النهائي، لكن فما برشا جماهير ما يزمش تكون قاسي على الهيئة متاع السيابي وعلى الإطار الفني وحتى على الملاعبية، لأنهم دي جون مازالوا صغار وما عندهمش الخبرة الإفريقية، لكن أكيد أنه التتويجات باش تجي في المواسم القادمة على المستوى المحلي والمستوى القاري. وكما قلنا النادي البنزرتي أصبح من بين الخمسة الكبار متاع تونس، إن شاء الله في القريب العاجل نلقاوه من بين كبار إفريقيا. سيلمونجي كلمة على المردود نتاع النادي البنزرتي في المقابلة ذي، ولواني نعطيك مثال شوية استاتيستيك، عمل 2 انتصارات 3 تعادلات و3 هزائم منذ دور المجموعات. انت تشوف النادي البنزرتي اليوم مع الملاعبية اللي عنده اللي قاعد يلانسي فيهم، انا معجب برشا بادم رجيبي، معناها سورتو اخلاقيا في التيران وخارج الميدان اللي خلي للجو منعش. هذاك علاش خلى اللي النادي الرياضي البنزرتي اليوم نلقاوه من الفرق. ويلزمنا نقولوا حاجه، معناها باش يوريك اللي الطريق الصحيح سيكلير تجي في مباراه كيف دومي فينال وتيح ضد النادي الصفاقسي من احسن الفرق الافريقيه حاليا، سي سوني احسن فريق في افريقيا، صعيب برشا باش تترشح. تحاول وحاولوا، جاتهم فرصه باش يسجلوا، ما هذاك الشيء اللي خلى اللي يفيق النادي الصفاقسي، اللي المردود نتاع نادي البنزرتي اليوم هذا فريق يخوف، وخلى معناها الطريقه نتاع اللعب نتاع نادي الصفاقسي كانت من احسن الى احسن. انا نقول ان النادي البنزرتي اليوم في طريق صحيح، والجمهور نتاعو قبل الهزيمه شجع وقبل الهزيمه كما جمهور الترجي، ومبروك للنادي الرياضي الصفاقسي طبعا. ونقول ان النادي البنزرتي في طريق صحيح، ان شاء الله يكملوا هكا مع مدرب كبير هو سي منظر كبير، والاطار الفني كله ككل انا شفتهم وقابلتهم الناس هذوما، ناس من طراز عالي يخدموا في خدمه كبيره برشا. النتيجه الله غالب ان شاء الله، النتائج والتتويجات كما قلنا باش تجي. سي المونجي سي عبد المجيد، شنو هي تحضيرات الهيئة المدير المقابلة نتاع الدور النهائي؟ بون بالنسبة لنا البارح كملنا ترشحنا للدور النهائي، تو الاهتمام تاعنا مركز على 4 مباريات القادمة نتاع البطولة. ما تنساش نلعبوا نهار الخميس ضد باجة، ونهار الأحد ضد توزر، وبعدين نلعبوا مع الملعب القابسي، وبعد عندنا تنقل القفصة قبل مباراة فريق قومي. كيف كيف زاد بدينا نحضروا بالنسبة للتربص نتاع قبل مباراة الإياب، بدينا في الاتصالات مع السلطات للملعب، أنا بدينا نحضروا في مباراة. أنا كيما قلت لك اليوم كان اجتماع مطول فهمت خططنا فيه، وكما عادة النادي الصفاقسي أنه كل شهر نخطط طول الشهر المقابل اللي بعده باش ما تحضرناش. حكيت على الشهر والشهر اللي من بعده والشهريات. سي عبد المجيد يظهر لي فما بعض المشاكل الماليه في نادي الصفاقسي، خايفين ان شاء الله ما تاثرش على المردود نتاع الملاعبيه في الفتره الصعيبه والحاسمه هذه. والله اللي نجم نجاوبك عليه هو اني ما عندنا حتى مشكله ماديه مع حتى لاعب. صحيح لا 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 مش مع الملاعبيه، لا مشاكل ماديه بالنسبه للجمعيه ككل. صحيح صحيح الموارد ناقصه، لكن ثقتنا كبيره في رجالات النادي ويعرفوا التحديات اللي قادم عليها النادي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي صار لك العاده برجاله وبجمهوره. ان شاء الله بالتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي، حظ اوفر للنادي البنزرتي وللترجي الرياضي التونسي في قادم المسابقات الافريقيه. سي المنجي وسي عبد المجيد نشكركم على حضوركم معنا الليله وعلى الاضافات اللي مديتونا بها. اكيد انا